السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الفيديو ديال stores.ma. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم، ألا وهو الإنارة ديال الطوموبيل. الضوء ديال الطوموبيل، شحال من واحد بعد النوبات كيلاحظ بأن الأنوار ديال الطوموبيل ديالو نقصات بالنسبة لواحد المدة قبل ولا شي حاجة، كيلقى بأن الضوء ديالو مابقاش مجهد. هنا كيكون سببين وغادي نعرفوهم دابا. أول حاجة خصك ملي ديماري غادي تورك على الأكسيليراتور باش تطلع لي تور مينوت، يعني تكسيري بلا ما تزيد في الطوموبيل، غتبقى مكسيري. الا لاحظتي بان الضوء تجهد، عرف بان المشكل ديال الدينامو، يعني ديال المولد. الا بان لك بان الضوء بقى مازال ضعيف، عرف بان المشكل راه كاين في البطاريه، يعني خصها ولا بدات تبدل. ما كننصحوش تشارجي لا باتري، ولكن تبدلها. يعني جوج ديال المسائل، يا اما يكون جاي من الدينامو، المشكل يكون جاي من الدينامو، يا اما غادي يكون جاي من لاباتري. نتمنى نلقاكم في حلقه مقبله، الى اللقاء.